بالمخرج الشرقي لمدينة رأس الوادي شرق ولاية برج بوعريج تقع مزرعة مجاهد عدالة. هذا الفلاح الذي استثمر جهده في الوصول إلى نشاط فلاحي متكامل لإنتاج الحليب واللحوم. أنا وليد هذه الخدمة هذه من جدود. إنتاج تاع البقرة هذه والنعجة هزينا من جدود تاع ولدينا، إحنا من بكري المهنة تاعنا هذه هي. ومن بعد جات التقنيات هذه بشوية، مشيت بشوية حبيت ندير تقنيات، مشيت للتقنيات هذه. يسعى مجاهد إلى تطوير نشاطه الفلاحي، إذا يحرص رفقة عائلته على القيام بالجهود اللازمة لذلك. عايش هنا بالمزرعة بنا بولادي وحطني خدام ولا زوج، ونخدموا المزرعة هذه من 4 نتاع الصباح نتدينا غمضة النوم. هذه خدمتنا احنا. تحتوي المزرعة على 40 بقرة حلوب، وهو العدد الذي يطمح مجاهد إلى مضاعفته، لكن مشكلة شح المياه حالة دون ذلك. الماء راني داير من 2016 ونستنى في الارتصاص تاع لي فوراج، يقول لك المنطقة هذه محرومة. شكون محرومة على الفلاح ولا على ما فهمتش أنا على محرومة هذه. الاستثمار عطاك باش تستثمر، يقول لك اخدم. من بعد يقص لك يديك ما يخليكش تخدم. يحلم مجاهد مستقبلا بإنشاء مركب لصناعة الأجبان، حلم ليس ببعيد في حال الحصول على الدعم والمرافقة اللازمين.